باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معكم أيها الأحباء المباركين. اليوم بيوافق يوم 9 أمشير ونياحة ربما بعض القديسين اللي احنا نسمع عنهم، القديس برسومة، مش الأنبا برسوم العريان، لكن القديس برسومة أب رهبان السريان، وأيضا نياحة القديسة أفروسينا. القراءات بتقرأ من يوم 3 مصر، بتتحول تأخذ منها قراءات اللي هي الإنجيل بيتكلم عن قراءات التلمذة، 3 حاجات أو 3 جوانب بيضعها السيد المسيح له المجد في حياة التلمذة. ولعل كل هؤلاء القديسين كانوا تلاميذ للسيد المسيح أو عاشوا حياة التلمذة الحقيقية. الشرط الأول كان يقول كده السيد المسيح: من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته فلا يقدر، حتى نفسه أيضا لا يقدر أن يكون لتلميذا. ده إنجيل القداس من معلمنا لوقا البشير أصحاح 14. والشرط الثاني: من أراد أن يتبعني فإنه من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. الشرط الثالث: من لا يترك جميع أمواله، هكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ولعل هذا الأمر ركز عليه السيد المسيح في قصته مع الشاب الغني اللي جاء: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له: اذهب بيع كل مالك. فمضى حزينا لأنه كان غنيا. وقال السيد المسيح عبارته المشهورة: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السموات. الأمر اللي قال عنه أيضا معلمنا بولس الرسول أن محبة المال أصلا لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. آبائنا القديسين مثال، أيقونة حية بيتركوا لنا هذا المثال الحقيقي للتلمذة الحقيقية. القصة اليوم بتحكي لعلها جانب من هذه الجوانب يا أحبائي. في يوم من الأيام فكر أحد الفلاحين في أنه هو يسرق محصول جاره وبكده يزداد في الغنى ويكون عنده أموال كثيرة ويحقق شيء في داخله، وهو الطمع، الطمع المادي. وفي يوم من الأيام طلب من ابنه الصغير، قال له: تعال معي، وده كان بالليل، قال له: تعال معي إن احنا ماشيين الحقل بتاع جارنا. فقال له: ليه وفي الوقت ده؟ قال له: احنا ماشيين عشان ناخد جزء من المحصول بتاع الحقل بتاعه. الابن الصغير انزعج، اضطرب، قال لأبوه: يا بابا دي سرقة. وبحسب التعبير الطفولي البسيط قال له: ربنا يزعل مننا. فقام أبوه انتهره، زعق فيه وقال له: عليك إنك أنت تتبعني بس. وكان من هذا الابن هو إنه للأسف بكل حزن تبع أبوه ومشى مع أبوه. شاف الأبوه ماشي قدام ولما وصل إلى الحقل ابتدى يبص شمال، ابتدى يبص يمين، ابتدى يبص وراه، ابتدى يبص من قدام يا ترى في أي حد شايفه. تأكد إنه ما فيش أي واحد شايفه. فجاء قال لابنه، قال له: خليك سهران كده، خليك يقظ، خلي مفتح عينك عشان لو شفت أي واحد جاي على طول انك انت تنبهني. فقال له: كويس. فالاب دخل الحقل بتاع جاره وللأسف ابتدى ان هو يأخذ من المحصول. اول ما ابتدى ان يأخذ فوجئ بابنه بينادى عليه وبيزعج. فالدنيا ليل وطبعا جاره ممكن يسمع، فالاب حب يسكت ابنه: اسكت اسكت، في ايه؟ فرجع ساب اللي أخده ورجع سأل ابنه.
قال له في ايه؟ شوفوا الابن الصغير البسيط اللي هو قال عنها سيد المسيح: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات. الابن قال لأبوه: يا بابا أنت نسيت، أنت بصيت في كل الجهات ولكن نسيت أنك تبص فوق. فقام الأب بص لفوق لقى أن هي السماء. قال له: نسيت أنك أنت تبص لفوق لربنا اللي شايفنا واللي عينه علينا، وعينه لا يمكن تغفل علينا، عينه علينا بالخيرات والبركات، وعينه علينا لو مشينا في أي سكة غلط. الأب تعجب من كلام ابنه وتأثر بيه، والحقيقة ساب كل حاجة وقال لابنه: تعال بينا نرجع إلى البيت. مغزى هذه القصة يا أحبائي، الله عادل، يقول عنه كده في أمثال 15:3: في كل مكان عينا الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. الله عادل، بيرى كل أعمالنا يا أحبائي، يرى كل شيء حتى خفايا القلب والأفكار اللي احنا لا ننطق بيها. يقول كده: لماذا تتناسى إني أنا هنا؟ ليه بتنسى ان انا شايفك؟ ليه بتنسى ان انا اللي انت بتقول عليا ان عين الرب علينا من اول السنة الى اخرها وبتبص لها من ناحية البركات، ليه ما بتبص لهاش من ناحية انه عايز ينقذنا من اي اخطاء؟ لماذا نفعل الخطيئة احبائي بكل استهانة؟ يقول كده احد الاباء، يقول كده: انك بهذا تتحدى الله وتغيظه. يعني لما أنا عارف أنك أنت شايفني يا رب، أنا عارف أنك أنت عارف أن أنا بعمل إيه، عشان كده لما بستسهل الخطيئة أو بمشي في الخطيئة كأنه بقول له أنا بداري، يعني بداري نفسي عنك، زي يونان بالضبط، زي يونان بالضبط هرب من وجه الله. أحبائي، مغزى القصة دي أنه إذا كان عين الله علينا، هل يا ترى عشان بس يكون مراقب علينا؟ هل يا ترى عشان يكون جاسوس علينا؟ هل يا ترى عشان يحاكمنا بأي غلطة؟ لا يا أحبائي، الله بيحبنا، الله بيراقب كل أعمالنا عشان يسندنا فيها، مش عشان ينتقم مننا، مش عشان يحاسبنا. وإن كنا نعاني من أي ضعف يا أحبائي، فهو مستعد إن هو يقيمنا. أطلب مراحم الله، أطلب نعمته، أطلب زي ما معلمنا بولس الرسول وقال كده: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي قوينا. الله مستعد إنه يمتعنا بمراحمه وحنانه الأبدي. إذا قال كده: نقشتكم على كف من يمسكم يمس حدقة عيني وأنا شايفكم، زي الموضوع اللي احنا تكلمنا عنه مبارح، رؤية الخلاص وعين الخلاص يا أحبائي. الله بيرسل لينا رسائل، هذه الرسائل حتى لو ممكن من طفل صغير زي هذا الأب مع ابنه. الله ممكن يوصل لينا صوته من خلال أب اعترافنا، من خلال الكنيسة، من خلال الكتاب المقدس، من خلال كل رسالة بيرسلها لينا الله. وأكيد كل واحد بيتوصلوا 100 رسالة كل يوم الصباح أول ما بيفتح الموبايل. أخيرا يا أحبائي، لن نجد شبعنا ولن نستطيع أن نكون تلاميذ حقيقيين للمسيح ما لم ننظر إلى المال أنه نعمة وليست نقمة. نعمة نشكر الله عليها، بيها بيسدد كل احتياجاتنا، ولا ننظر إليها من جانب آخر. فبالتالي لا ننظر ولا نحتاج إلى أن نشتهي المال كعارض وكنقمة ممكن تبعدنا عن مسيحنا القدوس. مسيحنا يحفظنا في نعمته، يدينا بقوة إن احنا نكون تلاميذ حقيقيين كما كان آبائنا القديسين، فنرى مجده ونعاين خلاصه. له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.